بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميديو فيزيكس. اليوم إن شاء الله رح نتعرف عن الفونديمنتال بارتيكلز والستركشرال أوف ذا أتوم، كيفية توزيع الإلكترونات داخل الذرات. من خلال تجارب العلماء تم اكتشاف الأتوميك بارتيكلز بالإضافة إلى أكثر من 100 سب أتوميك بارتيكلز خلال تجارب العلماء في مختبراتهم باستخدام البارتيكل أكسلريتر. تتكون الذرة من وحدة صغيرة اسمها النيوكلاس، النواة، بالإضافة إلى الكترونات تدور حول النواة. النواة تحتوي على مكون أساسي اسمه النيوكليونز، حيث أنه النيوكليونز هو عبارة عن بروتون ذو الشحنة الموجبة بالإضافة إلى النيوترون ذو الشحنة المتعادلة. البروتون والنيوترون تحتوي على سب أتوميك بارتيكلز اسمهن الكواركس، بحيث أنه النيوترون والبروتون بيحتوي على ثلاثي كواركس، تربط بين كل كواركس وكواركس رابطة اسمها الجليونز. بعد تجارب حثيثة وجد العلماء أن كتلة الإلكترون تساوي 9.14 قوة سالب 31 كيلوغرام، أي ما يعادل 5 × 10,000 أتوميك ماس يونت، وهي عبارة عن نصف كتلة البروتون، بحيث أن كتلة البروتون تقريبا 1.7 × 1,000 أتوميك ماس يونت، اللي بتتساوى مع كتلة النيوترون تقريبا بفارق بسيط 1.008 أتوميك ماس يونت. لو تخيلنا الذرة عبارة عن غرفة معظم حجمها فارغ، بتلف الإلكترونات حوالين الدنس ماتر اللي هي النيوكلس اللي احنا ذكرناها سابقا. الإلكترونات بتدور حوالين النواة في مدارات، في أوربيتس أور شيلز. ترتيب هاي الإلكترونات في المدارات بتعطي الخواص الكيميائية للذرة. عادي الذرة بتكون نيوترال، متساوية الشحنة، يعني عدد الإلكترونات تساوي عدد البروتونات. طبعا عدد البروتونات بتحدد الخصائص الكيميائية للعنصر. لو تساوى عدد البروتونات في ذرة مع اختلاف عدد النيوترونات بتكون للعنصر الكيميائي آيزوتوبس، نظائر. أحد أشهر الأمثلة على النظائر نظائر ذرة الهيدروجين. فالنظير الأول لذرة الهيدروجين H11 هو الهيدروجين الطبيعي. النظير الثاني للهيدروجين أول ما يكون فيه نيوترون في ذرة الهيدروجين سميناها ديوتيريوم. والنظير الثالث أول ما يكون عندنا 2 نيوترون سميناها تريتيوم. توجد طاقة ربط ما بين الإلكترون والنواة، هاي طاقة الربط سميناها الإلكترون بايندينج إنيرجي، واختصارها EB. هاي الطاقة بتتحدد في رقم المدار. أرقام المدارات اتفق العلماء على تسميتها بالرموز ابتداء من K إلى Q، 7 مدارات، بحيث أنها تكون المدار الأول K شيل، المدار الثاني L شيل، المدار الثالث M شيل، وهكذا. لذلك الإلكترون بايندينج إنيرجي تعتمد على عدد الإلكترونات الموجودة في الذرة. الوضع الطبيعي عدد الإلكترونات تساوي عدد البروتونات في الذرة المتعادلة. لو الذرة فقدت إلكترون سميناها كاتايون، ولو اكتسبت إلكترون سميناها أنايون. كيف الذرة بتفقد إلكترون؟ عن طريق عملية اسمها الأيونايزينج بروسيس. شو معنى الأيونايزينج بروسيس؟ إنه الذرة طبيعية تعرضت لمؤثر خارجي، الإكس راي مثلا، ضربت الإكس راي مع الأوربيتال إلكترون فصار عندي كاتايون بالإضافة لإجيكشن إلكترون. طالما إنه الإلكترون بايندينج إنيرجي بتتحدد في عدد الإلكترونات اللي في الذرة، معناته المدار الأول بسع عدد محدود من الإلكترونات. وجد العلماء علاقة رياضية بتمثل هاي عدد الإلكترونات اللي في الأوربيتلز، وهي عبارة عن 2N تربيع، حيث إنه الأوتر شيل إلكترون مستحيل إنه يكون أعلى من 8 الكترونات، وهي حالة المستقر. ومن الطبيعي إنه البايندينج إنيرجي للكي شيل راح تكون أعلى من البايندينج إنيرجي للأل شيل، أعلى من البايندينج إنيرجي للأوتر شيل. مثلاً البايندينج إنيرجي للكي شيل في ذرة الكربون 3×10 كيلو إلكترون فولت، بينما الأل شيل تقريباً 1% كيلو إلكترون فولت. في ذرة الباريوم تقريباً البايندينج إنيرجي للكي شيل 37 كيلو إلكترون فولت، وفي في الألشل 6 إلكترون فولت، بينما ذرة التنجستون البايندينج إنيرجي للكيشل تقريبا 69 كيلو إلكترون فولت، في حين أنه الألشل 12 كيلو إلكترون فولت. حتى تحدث عملية الأيونايزينج بروسيس لازم الإكس راي يكون طاقته أعلى من البايندينج إنيرجي للإلكترون، هاي الطاقة اسمها أيونايزيشن بوتنشيال. هيك بنكون اليوم شرحنا
الاتوميك ستراكشرال بالإضافة للنيوكليار ستراكشرال، وتعرفنا عن الايونايزنج بروسيس. وكنت أول مرة بتتابعنا، اشترك على القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. سلام.